얘들 한 사람은 더 شارع هنا وصل له رساله بشكل قوي في ناس منتظره المؤتمر ومنتظره حضرتك تبقى موجود معانا ترتيبات بكره ان شاء الله يعني احنا بعتنا من المهم الاول انت بس رساله وانتوا قاعدين كويس وكده مش هناك يعني حتى الكعب واحد ده يعني ده يعني ده لازم تقول كلمه حلوه يعني قبل ما تقول الوحش الشيء من اسمان شام خضره اما ايه لك بقى على الوقت خبطني على طول كلمه حلوه ولا كلمه خطيره مش زيك كده زيك يا فندم الحمد لله على السلامه الله يرحمك هو من اهل مش عارف الناس لا لا مو خجول بالله ما يجي كسف الطاقيه دي عامل شغل زي ما قلت حضرتك احنا في حاجه بالذات على المشروعات اللي هيطلع ناس عندها فكر ان بكره مش مؤتمر بشكل تقليدي لا المؤتمر هيطلع منه حاجه ومضمون فعلا للبلد للمحافظه مبدئيا وللبلد بشكل عام ان شاء الله واحنا لينا رؤيه في الطرح ان شاء الله هنطرح بشكل تفعيلي فكره احنا هنفعل المشروعات هناخد خطوه لقدام مش مجرد مؤتمر بكره هيبدا زي ما حضرتك عارف ان احنا هنبدا بكلمه احنا هنفتحها تحالف نفتح المؤتمر بعد كده على طول حد من اللجنه الاقتصاديه في التحالف احد المهندسين هيعرض برزنتيشن كامله عن الملفين او المشروعين او مشروع الالف منجم مشروع الملاحات الشمسيه وهيعرض الرؤيه بتاعتنا في التحالف والناحيه الفنيه اللي هتتعرض بكره ان شاء الله هتبقى بشكل جيد يعني بعد كده المفروض كلمه المحافظ الصباح الاحمر هو مش هيقدر يكمل دلوقتي على انه جايين له عنده مع الناس بتاع المنجم السكري هو بس النائب بتاعه ونائب وزير البترول برضه اللي جاي تمام احنا هنشوف في موضوع المحافظ بعد كده المفروض كلمه الوزير بعد وزير البترول بعد نائب الوزير ياسر عبد الرحمن اللي هو مساعد الوزير لشؤون الثروه المعدنيه وبعد كده هتبدا البرزنتيشن بتاع حضرتك والله انتوا ماشيين كويس كده اهوت ما كسبتش لا لا ماشيين كويس كمان مده قد ايه؟ نص ساعه نص ساعه نص ساعه بعد كده هيبقى في بريك بعد كده هتيجي كلمه الباشمهندس هشام خضر عن الوضع الاقتصادي التسويقي وبعد كده الدكتور علي بركات كان قاعد معانا بره الدكتور علي هيتكلم عن الشق الفني والاليه التنفيذ من الناحيه الفنيه والتقنيه للمشروعات انتوا لازم تطلعوا لان انا كل ما بقابل الناس بقول لهم ده منجم سكري ده واحد من 100 بالظبط ممكن هو طلعوني بس الدكتور علي موسوعه وتاكيدا على الفكره دي والله ان شاء الله هو قطره في محيط يعني مش عارف واحنا جايين في الطريق يعني حسسنا ان كل متر ارض واحنا جايين في حاجه وهذا دي حقيقه يا جماعه يعني هو الناس اللي القدماء المصريين دول كل ما تدخل في اي حاجه تلاقي دهب يعني اكيد في حاجه اكيد في حاجه يعني ما الناس من السودان يا جماعه كانوا يعني ساعات بييجوا بيقبضوا عليهم هنا انهم في مناطق تحت كده شويه بيجوا بيدخلوا بالغلط يعني الحدود مش واضحه فبيدخلوا بالغلط بيدوروا على الدهب تحت وبيلاقوا يعني في ناس سابوا شغلهم وشغالين على الكادي فيعني حرام الحاجات طبعا دي اصول بتاعت مصر لازم نستفيد منها من بعد كلمه الدكتور علي هيبقى كده المحتوى الفني والرساله والمضمون اللي احنا عايزين نوصلها من خلال المؤتمر هتبقى وصلت في لجنه الصناعه والطاقه هيبعتوا حد ان رئيس اللجنه كان معانا لسه من نص ساعه في الجون سيد نجدة واعتذر قال ان عنده ظروف هيبقى حد يتكلم هو نائب البحر الاحمر محمد عوض هو نائب رئيس اللجنه هيتكلم باسم اللجنه يقول كلمه دي ثم بعد كده هيحصل مش بريك يعني مده 5 دقائق وهيتم اعلان كلمه لشباب البحر الاحمر والمجتمع المدني وهنعلن التوصيات اللي احنا هنتوصل اليها وهنعلن لجنه متابعه التوصيات لمتابعه تنفيذ التوصيات الفكره ان المضمون او الرساله واصله هنا للناس وجود حضرتك يعني حضرتك لسه شرور عايز اقول لحضرتك ايه رد فعل الشارع على وجود حضرتك ان شاء الله طبعا يا فندم احنا سعداء جدا ان حضرتك موجود معانا هنا في المحافظه وده طبعا كلمه ترحيبيه لكن بصدق وبامانه احنا تداعياتي اليومين اللي فاتوا دول واثرهم على المجموعات الشبابيه بدا من مدينه القصير وانتهم بسفاجه اللي هم يعني مش هنقول حجم البطاله وحجم الرجوع لتراجع سوق السلاح واللي حاصل حاليا اول ما سمعوا عن بصيص الامل في موضوع الثروه المعدنيه والخطوات الجاده ولفظ جاده بدا يظهر عندهم في وجود حضرتك يعني اول ما قلنا ان
يعني كتير جه يتكلم على موضوع الثروه المعدنيه، بس كلنا عارفين ان احنا في النهايه هنصطدم بالجبل الكبير اللي هو مفيش حاجه من بعده. يعني التعليم ده بالذات بقى له سنين جبل بالذات. والله الحمد لله بقى له سنين، لانه لو كان تشوف معاصره كان زمانه حصل ربنا له تدابيره، يعني الله سبحانه وتعالى في تدابيره. بس يعني ان شاء الله هم عندهم امل كبير ان يخرج اول مشروع له في ايام النهارده من ساعتين بالظبط. خمس شباب اتصلوا بيا وجوا القاعه، حد فيهم بيتكلم على انه مستعد يصفي مركز الغطس بتاعه اللي هو شغال عليه في باب براس مال كويس، انه عايز يشتغل في مجال التعدين. في بعضهم اتصل بناس في المانيا فاتحين شغل هناك عشان يجوا عشان يستثمروا في الموضوع ده كشباب، وبيقولوا ان احنا عايزين نبتدي نشتغل بروس الاموال بتاعتنا، احنا اولى ان احنا نستثمر في القطاع ده عشان نبني لبكره. وبعضهم وان كان هو دبلوم، انا حابب اركز على النقطه دي، اتكلم على ان الثروه دي ملك الاجيال الجايه، فاحنا لازم نشتغل عليها من دلوقتي نبني لها مساله التصنيع. وما عندوش لا معرفه ولا علم، بس الاحساس بالبلد دي وبكره جاي معاه ده شيء كويس. اللي بيحب البلد ده ملهاش، ما تقدرش تصنف اللي بيحب البلد ده لازم يكون شهاداته ايه ومركزه ايه. لا لا لا، الواحد انت بتركب مع سواق تاكسي تلاقيه في الحياه الواحد، انا كنت بقول لهم انا غاوي ان انا احضر يعني امسيات شعريه، فمره امسيه شعريه كان فاروق جويده ورحت، وواحد قام في منتهى الامانه يعني بيسال، واحد لبسه انا بقول يعني هو كان جايبه من على حد الغسيل ولبس، وراجل غلبان اتكلم. انا الراجل ده كل ما كان يتكلم احس ان انا بصعب. ايه العلم وايه الثقافه وايه حب البلد شيء. فيعني يعني اذا كان في شيء دلوقتي هو موجود هتلاقي كتير اللي بيحبوا البلد وكان قرب الياس ابتدت تصحى فيهم دي في جميع المستويات. فيعني حب البلد ملوش لا شهادات ولا وظائف ولا تصنيفات. هو حسهم عليه برضه ان حبيت النقطه دي، واحنا ان شاء الله عندنا عمل كبير ان شاء الله. بس الجانب الفني بركه في الدكاتره، عشان لما تبقى حاجه موجوده يعني تبقى اقصد مدروسه كويس، الناس اللي جايين دول هو بس انا خايف من حاجه يا محمد، معلش ركز معايا عشان تتكرر في رمضان اكتر من مره. ولو كنت عندي حكايه ان احنا عايزين نطلع يعني ايه، احنا عايزين نمشي بسرعه وعايزين ننتي وكده، بس مفيش يعني ايه، مش هنطلع بكره الناس تطلع تروح تعمل حاجه وتروح، فاهم قصدي ايه؟ يعني برضه دي لازم تبقى واضحه، لان احنا عندنا شويه حاجات مترتبه على بعض. يعني قصدي ايه؟ قصدي انا عارف المستثمرين بره الناس عايز تنزل وعايز تشتغل والكلام ده كله، بس ما حدش هينزل قبل ما يبقى في امن، واخد بالك؟ يعني دي قضيه لازم نبقى فاهمينها، فاهم قصدي؟ لازم تعمل دراسات، هنمشي في الموضوع ده بسرعه، يعني قصدي هنمشي في خطى التوازي، بس قصدي ايه؟ كده انا بقول لازم الناس تبقى فاهمه انه الحاجات دي يعني خلاص في نيه طيبه ناحيتها، بس مش هيقدروا يقولوا يلا جيبك تعالى فلوسك وتعالى بالظبط. يعني هقول لك حاجه، تاخير النجاح افضل 1000 مره من الفشل. يعني لازم يعني احنا هنمشي ونمشي وكلنا نسعى، كل واحد في اتجاهه، وانا همشي مع بتاع ده الدكتور عصام باتصاله يمشي بكذا، ما اعرفش مين هيمشي بكذا، هنمشي باقصى سرعه، واخد بالك؟ بس قصدي ايه، يعني انا فاهم ان احنا عايزين، يعني عايزين ايه، انا كنت لسه بقول لنور احنا عايزين نشتغل على الثمان سنين اللي جايه، واخد بال حضرتك؟ عايزين نسيب، بيقول لي ايه رايك في الوضع السياسي؟ قلت له سيب اللي بيخبط يخبط دلوقتي، خلينا نشتغل على المجلس الشعبي اللي بعد، مش احنا كمان، احنا عايزين نشتغل على الناس، مش اللي جاي اللي بعده، فاهم قصدي ايه؟ يعني خلينا دايما ايه، يعني عشان نعمل نمشي بخطوات مدروسه وبت... يعني هنمشي مش هنتباطأ، بس لازم نطلب بس تحطوا حاجه في دماغك انه اللي حصل يا جماعه حتى في بعض التعصب لا يمكن واحد يجرب تاني اللي يرجعنا ورا. لا 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 خالص خالص، دي شيء يعني قد يكون الموضوع ابطأ مما نتصور بالظبط كده، لكن لا يمكن حد هيرجعنا ورا. وهي مصر موقعها دكتور برضو عشان نبقى عارفين، انا كنت قاعد مع ناس من قرايب راشد الغنوشي بقول لهم يعني حظ تونس، وده مش حظ قوي، ان هي ملهاش البعد الاستراتيجي بتاع مصر، عشان كده ما عندهمش المعوقات اللي جايه من كل حته، والضغط والضغوط وكل حاجه زي مصر. يعني لازم نعرف مصر
في النهايه مكانها مصر لو كملت كانت مكمله بنفس الريتم اللي كانت مكمله بيه انا كنت بعتبر التاريخ انتهى. واخد بال حضرتك يعني؟ يعني مصر لو نهضت واخد بال حضرتك هتتم نهضه العالم العربي والاسلامي واخد بال هتتم نهضه على مستوى العالم خلاص التاريخ انتهى. بس في حاجه برضه دكتور مفيش حاجه وياما ده الراجل بتاع اليابان نهايه التاريخ مفيش حاجه بتنتج او بتستخلص من بتزع من اي جهه حكوميه بصراحه الا عن طريق الضغط عشان برضه لازم نسلم بده لانه كل الشكل اللي كان ماشي خلال الفتره اللي فاتت الضغط استجابة لبعض المطالب ضغط استجابة عن طلب لذلك لو عرضنا مشروع ألف منجم ومشروع الملاحات ومشروع مشروع مشروع لازم في الآخر هنطلع على الأقل تنازل واحد منهم لأنهم برضو عندهم رؤية أنه مش قادر ياخد قرار وبالتالي بيسوف ممكن يكونش فيه أي معوقات. بص إحنا يعني برضو نبص للجانب الإيجابي هي كلها شهور ورئيس جمهوريه ليبي وزراء منتخب المفروض والكلام ده كله يعني فخلاص وبعد كده انت اللي بيحصل انه الناس اتعودوا الى حد كبير ان هناك حد كبير ايام نظام السابق هو اللي بيقول لهم اقرا ده في الحاجات الكبيره دلوقتي لا يعني الموضوع هيتغير ان شاء الله يعني الموضوع ده كله هيبان شهرين ثلاثة نستغل الشهرين ثلاثة دولت في التخطيط للمشاريع الباشمهندس هشام هيرد عليه. احنا طبعا عندنا رؤية ان احنا مش كل حاجة هنبدأ فيها بسرعة بس الفكرة اللي انا كنت بتكلم عليها نور ان الناس هنا منتظرين من المؤتمر حصل مؤتمرات مشابهة كتير جدا وناس جت عملت مكلمات وناس جت تجرد هموم واحلام الناس ومشاريعهم الحقيقية الموجودة. الفكرة ان احنا نقدم لهم مضمون مختلف طبعا احنا عارفين مفيش حاجة ممكن تتم بكرة الصبح بس احنا عايزين نقول لهم لا مضمون مختلف في حاجة فعلا ممكن تتحقق لو اشتغلنا عليها على المدى الطويل وتكاتفنا كلنا عشان نحقق حاجة. في بعض الحاجات الموسمية لابد يبقى ليها جنبيها وده اللي كنت بقولك الشكايات بتاع زي ايه الصيد واخد بالك الصيد كان لازم تعملهم صناعات مغذية وما الى ذلك عشان لما يجي موسم الصيد يحصل فيه مشاكل. اللي هو علي صاحب الفندق ده كان بيقول لي دلوقتي كده بيقول احنا عندنا صحراء تعالوا اعملوا فيها صناعات ده احنا عندنا الاسماك بالظبط بالظبط فاشتغل على كل حاجه. كان 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 منصور عامر مش عارف ده فكرته ولا فكره حد بس كان عامل كتاب كان عمل تقسيم المحافظات اللي بالعرض كل محافظه لها مطل بالظبط كده وظهير بس سترق. بس هي المشكله الوحيده في الموضوع ده واللي اكتشفته وانا جاي بالطياره النهارده او واحد قالوا لي قبل كده واتاكدت منه سلسله الجبال الرهيبه اللي حاجبه لغايه هنا بس هي لولا الجبال دي او لو في حل فيها بس هي كانت فكره جميله ليه؟ هتبقى كل محافظه لها انشطه متعدده مناجم وزراعه وسياحه وصيد يعني تبقى متنوعه فيبقى انت ما يجيش انا الحقيقه عايز اخرج من اطار ان الناس تبقى في السياحه وده اللي كنت عامله محفظه يعني كنت بعمل محفظه سياح زي ما بيقولوا ما يبقاش جاي لي من اتجاه واحد ما يجيش من امريكا والغرب تروح سفاره امريكا لما كنت اروح السفاره الاقي تحذير محطوط في السفاره من المصريين ما الامريكان ما يجوش هنا واخد بال حضرتك واغلب الدول ليه طب ناحيه الشرق ماله الشرق بتاع دي ليه ما افتحش اسواق جديده للسياحه اساسا ما بقاش قاعد تحت رحمه ان انا اجي امريكا او ما اعرفش ام كذا لما اسرائيل تحب تعمل تروح مدبره لي حادث زي بتوع الاقصر واسوان واخد بالك من حادث الاقصر واسوان مش عارف لو الناس متابعاه كل اللي قتلوا اتقتلوا عشان ما عرفتوش تمسك واحد يبقى مين اللي عامله تفجيرات شرم الشيخ الصين يعني الصين يعني مثلا الصين دي ساعات لما يحبوا يهزروا يبعتوا واحد من 100 عندهم بالظبط كده بالظبط كده انا قلت كده قلت افتح سوق الصين. اليابانيين بالعكس اليابانيين هم يعني الحكومه بتصر انه لازم ياخدوا اجازه انت عارف كده الناس غاويين شغل الشغل ده بالاجبار ياخدوا اجازه فدول لما بيجوا واليابانيين سائح نظيف ومنظم فيعني الظروف نظيف ومنظم زي ما حضرتك قلت يعني حضرتك لقطت نقطه بدل السياحه اللي بيكلمونا اللي قفلنا بيها واخد بالك اللي جايبين لنا مش عايز اقول حسالت اللي بتاع التانيين السياح اللي جايين عشان الاثار جايين ناس محترمه جايين للسياحه فعلا واخد بال حضرتك ما تجيبهم بيحبوا مصر حب شديد يعني برضه دلوقتي هم ايه في حاله القلق دي موجوده خلينا نعترف لكن ان شاء الله انا بقول سواء السياح او المستثمرين او كل ده واقف على خط السباق اول ما مصر تنطلق تهدى كده وتستقر هتلاقي والله يعني كل الناس تشوف الناس يعني 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 ما زال مصر لها وقعها شديده للناس والكلام ده كله لكن اي واحد
لازم لازم نقدر يعني. انت لو رايح حد دلوقتي فيها مشاكل هتأجل، لكن انا اقصد احنا اهم حاجه ان احنا ما فقدناش البنيه الاقتصاديه. يعني انت النهارده لما تروح ليبيا هتلاقي الطرق كسرت، كباري كسرت، الفنادق مش عارف ايه، انما انت هنا لو جالك مليون سايح هتقدر تستوعبهم. سو الحمد لله ان ليبيا الاقتصاد ما كانش عامل بنيه اساسيه. لا يعني النهارده بقول لك البركه في النيل وكمان المدمر الباقي. الحمد لله يعني البركه فيك. انا بقول لهم يعني الشباب بس اسمعوا منهم، الحمد لله كل حاجه ليها فكره. ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله يا دكتور. الله يبارك فيك. كويسه الشاشه.